يا رب ثبت بالصلاح قلوبهم لينالوا منك محبة وجنايا، واجعل مساعيهم لعزة دينهم. يعد الماضي مرحلة يمر بها الإنسان في حياته، إلا أن تذكره وإعادة فتحه وقلب صفحاته والحسرة عليه يدخلك في دوامة لو كان لا مخرج لها، وإعطاء الفرصة للشيطان ليقلب معك ويزيد صفحات من عنده. وإن بعض الناس ممن هم في صلب الموضوع عاشوا في كآبة ويأس وإحباط لا يعلمها إلا الله، ووصل بهم الأمر إلى أن مرضوا بأمراض عقلية وأخرى عضوية وشائعها القلب، كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هل لديك صدمة كنت قد عشتها في الماضي؟ سؤال كثيرا ما يطرحه أطباء الأمراض النفسية من أول جلسة مع مرضاهم، لأنهم يدركون أن معظم الأمراض النفسية تبدأ عندما تعيش الماضي وأنت في الحاضر، فيأخذك عقلك مجبرا إلى الاشتغال به، خاصة وأنت في حالة فراغ، لأنك سمحت له بالاستيلاء على عقلك وسلمت مفتاح الدخول دون استئذان. كثيرا ما يحيرني ويحزنني أمر الذين يكتبون يومهم بأفراحه وأحزانه وما عاشوه بالتفصيل، ويداومون على الكتابة يوميا، وعند سؤال لماذا يكتبون وما الفائدة يكون جوابهم: هذا دفتر يومياتنا حتى تكون لنا ذكريات. فأبقى ساكنا وتتملكني الدهشة. سبحان الله، لماذا تكتب تفاصيل يومك وهنالك ملكان عن اليمين وعن الشمال يكتبان كل صغيرة وكبيرة تجدها في كتابك يوم القيامة عند ربك؟ ألم يكفك بأن الله يعلم السر وأخفى؟ لماذا ترهق عقلك في التذكر وتحرق أعصابك وتعطي هذا الوقت لتدوين يومك؟ قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أنت مؤمن، استغل هذا الوقت في حاجات أفضل كقراءة القرآن والمأثور من النوافل، وعبئ رصيدك بما ينفعك في دينك ودنياك. مسكين هو الذي يتفاعل مع الماضي، مثله كمثل المجنون، قد حبسوه في غرفة ينظر يمينا وشمالا، تتلقاه الجدران كلما حاول الخروج، غير مدرك أن في الغرفة بابا. الميم مرض، والألف أسى، والضاد ضياع للحاضر، وآخره ياء، ياء يأس. هذا هو الماضي، أربعة أعراض تجتمع لتحطمك وتنخرك وتزلزلك لتفقد قواك العقلية والجسدية ومناعتك النفسية. الماضي يبقى ماضيا ولو استذكرته، لأنه مضى، وما مضى فات، وما فات لا تدركه ولا يعود. فعد إلى حاضرك وحضر نفسك، وابني مستقبلك، واستقبل يومك بابتسامة تعلو محياك. فكر في التالي، لأنه يقدمك إلى الأمام ويدفعك إلى القمة، ولبلوغ القمة يجب أن يكون لك أمل وهمة، وإن ملكت الهمة وصلت. فاغرس في جبل الماضي على من سبق وأن كتبت عليه. توكلنا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الراحة النفسية نعمة، فاحرص عليها، اسجد واقترب، ولازم الاستغفار وأكثر من الذكر والدعاء، واعبد ربك كأنك تراه، وصلي على المصطفى لتكون معاه صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في قارب النجاة. أنت الآن في قارب النجاة. كلمات وإلقاء سعود علي فويس. حقا أنت بك وبه اهتدأت قصيدتي، وبه ختام بيان.